مصير مجهول ينتظر 300 تلميذ وتلميذة بإحدى المدارس الخاصة بولاية البويرة. فبالرغم من مرور شهرين على الدخول المدرسي، إلا أنه لم يتم بعد تسجيلهم ضمن الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية. قراو شهرين ولادنا في المدرسة هذه لمدة شهرين، من بعد تفاجأنا بالقرار تاع الإدارة تاع إدارة السلام، قال لك بلي بوغ لو مومون مازال ما عندناش الرقمنة ولادنا باش لي دوسي تاعهم ترونسفير تاع لي دوسي تاعهم ليزيكول اللي كانوا فيهم. تفاجأنا، يقول لك ما عندناش قرار، ما عندهمش قرار الفتح. التلاميذ هذو ماهوش مسجلين في المدرسة القديمة لا في المدرسة الجديدة. هل يا ترى التلاميذ هذو ما المقبلين على شهادة التعليم الابتدائي وعلى شهادة التعليم المتوسط وعلى شهادة البكالوريا، هل يا ترى المصير تاعهم كيف راح يكون؟ إذا كان هذا اللي راه دار هذا الصرح هذا ولا دار هذه المدرسه راه يعني ما عندوش لا بابراس تاعو، ولا احنا ماشي المشكل تاعنا، المشكل تاع السلطات اللي خلاتو حل بوندون دو موا، ومن بعد دوكين تيقولوا لنا يفاجئونا قريب الاختبارات يقولوا لنا ولادكم دو ولادكم، وين ندو احنا ولادنا دوكا، وين ندوهم؟ الاولياء اكدوا لنا ان مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربويه العموميه من بين الاسباب التي دفعتهم لتسجيل ابنائهم ضمن مدارس خاصه، الا انهم تفاجؤوا بمشكل اكبر قد يرهن مستقبل هؤلاء التلاميذ، خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية. احنا هربنا من الاكتظاظ، لو كان وفر لي الشروط في المدرسة العامة ما نجيش المدرسة الخاصة. أنا المفهوم تاعي بلي مدير التربية مسؤول على التلاميذ، يعني 300 تلميذ ما يعطيلهمش اعتبار، ما شافهم، ما حوش على الحل تاعهم. أنا نطرح له سؤال، يا مدير التربية أين كنت شهرين هذوما؟ جدير بالذكر أن الأولياء أقدموا على الاحتجاج أمام مقر الولاية، مطالبين بإيجاد حل عاجل يحمي التلاميذ من الضياع.